السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. سجل العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في مستوى الأمية، ووفقا لتصنيف منظمة اليونسكو فإن البلاد كانت تتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي. وفي التصنيف الأخير للمنظمة حل العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية بما يتجاوز 47%. يقول مدير وحدة المدارس في بغداد أن النقص الكبير في كوادر التدريس أربك الأوساط التربوية وانعكس على واقع التعليم، ويضيف أن نقص الكوادر التدريسية أحدث فجوة كبيرة بين إدارات المدارس وأولياء أمور الطلبة، وكذلك بين المعلمين والتلاميذ، لا سيما أن أغلب أولياء الأمور يحملون إدارات المدارس مسؤولية نقص الكوادر ويطالبونها بإتمام المناهج الدراسية في موعدها المحدد. الآن دعونا نشاهد تظاهرة لخريجي الكليات التربوية والإدارية من محافظة النجف أمام مبنى وزارة التربية في بغداد للمطالبة بشمولهم في التعيين بصفة عقود بعد إقرار الجهات الحكومية حاجة النجف إلى أعداد كبيرة من الموظفين في قطاع التربية. لنشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، حيث جددت الكوادر التربوية في محافظة البصرة تظاهراتها الاحتجاجية للمطالبة بمنحهم قطع الأراضي السكنية أسوة ببقية الوزارات. أكد المتظاهرون استمرارهم بالاحتجاج حتى تنفيذ مطلبهم من قبل محافظ البصرة أسعد العيداني ومدير التربية عبد الحسين العيداني. وفي ظل هذه الخطوة التصعيدية اقتحمت الكوادر التربوية مديرية تربية البصرة بعد الاعتصام على أبوابها أو أمام أبوابها للتأكيد على ضرورة الاستجابة لمطالبهم واسترداد حقوقهم المسلوبة كما يقولون. لنشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف، حيث
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مؤثرا لأحد المنتسبين في تربية البصرة أثناء مشاركته في تظاهرات الكوادر التعليمية للمطالبة بتوفير قطع أرض لهم. بالرغم من خدمته الطويلة وكبر سنه وإصابته بمرض السرطان، لم يتمكن من الحصول على هذا الحق، وهو يناشد الجهات المعنية للاستجابة لحالته الإنسانية الصحية، فأغلب الأموال التي يتقاضاها تذهب لعلاج السرطان، ويخشى أن لا يتمكن من توفير شيء لأطفاله. لنستمع إلى حديثه. أنا مريض سرطان في المعدة، يوم 26/2 أخذت جرعة كيماوي، ويوم 19/3 بعد عندي هم جرعة كيماوي، صار لي أكثر من سنة قاعد أخذ جرعة كيماوي، الله شاهد ورسوله، وقاعد بالإيجار. منتسب على التربية؟ منتسب على تربية البصرة، شعبة الصادرة والواردة، قسم الإدارة والتجهيزات. لحد الآن لا أملك قطعة أرض في البصرة، لماذا؟ الإيجار مالتي 300,000، وراتبي 400، وهاي الخصاصة موجودة بجيبي، هذا راتبي 400,000، الله شاهد ورسوله. هذا راتب 400,000، هاي القصاصة، كل شيء يثبت، وهاي الدفتر مال الجرعة الكيميائية مات، هذا اللي يثبت. شنو اللي تبونه من عندي؟ أنا موجود، لأن أثقلني الدين كله، أثقلني، والجرعة الكيميائية قاعد تاكلي بروحي، الله شاهد. أنا مو لي قطعة، أنا رايح وياي الأعمار في يد الله سبحانه وتعالى، بس أريد أبني مستقبل جهالي بالمدرسة، جهالي من بعدي راح يتيتمون. أناشد كل إنسان، أناشد كل الخيرين في العالم أن ينظر إلى هذه القضية، أني أعاني من مرض سرطان في المعدة، وما عندي أي شيء بعد اللي أقدمه. كنت أشتغل، كنت من أطلع من التربية أشتغل، هسه ما أقدر لا أشتغل، لا أقدر، يعني ألزم القلم، إيدي خدرانة، الله شاهد ورسوله، إيدي هاي ورجلي أطراف أصابعي ورجلي خدرانة. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. محمد يقول: خل يسمع العيداني نايم على قطع الأراضي، ملتهي يفرز ويخصص بس للمجمعات السكنية الخاصة إلى وشركاته. مصطفى المنصوري يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسؤول فاسد كان سببا في تهميشي وإهمال المعلم. للأسف نحن في بلد يهان فيه المعلم ويكافأ المجرم. علي السيلاوي يقول: أنت ابن البصرة، مدينة النفط والمنافذ الحدودية والموانئ، وما عندك قطعة أرض تسكن بها عائلتك، ومصاب بداء عضال، هاي كلها بذمة كل مسؤول بالدولة إلى يوم القيامة، وقفوهم فإنهم مسؤولون. ناهد تقول: للأسف لا يوجد إنصاف في توزيع قطع الأراضي، أغلب الموظفين يحالون على التقاعد ولم يستلموا قطعة أرض. مشاهدينا الكرام، معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وحيا الله كادر قناة الرافدين، جميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. هلا أستاذ محمد، إحنا نعرف العالم أو الشعب العراقي، يعني أساس الحياة من يكون إلى وطن، وأساس من يكون إلى شعب وحكومة وسيادة، هو المعلم، هو الطالب، يطلع من عنده الدكتور، الخريجين، المهندسين، الأطباء، القاضي، هي كل هاي الأمور اللي تخرج من وزارة التعليم أو وزارة التربية. هاي تنشأ وطن، وهاي تنشأ شعوب. ليش؟ لأنه أساس الشعب، أساس الوطن، بناسه، بكفاها، بمخلصينها، بمحبيها، هم الذين يبنون البلد. يعني عندك البلد اللي ما عنده لا قضاة، لا مهندسين، لا دكاترة، هذا ما احترماتي إلك، هاي تعتبر حكومة فاشلة وحكومة غير قادرة على بناء شعبها. احنا عندنا العراق قبل 2003، ولحد الآن الشعب العراقي تشوف من الطلبة اللي قاعد تطلع تظاهرات، من الخريجين، من أصحاب العقود، يعني تشوف الناس كاتلة أرواحها بأنه يردون وطن، يردون أنه بناء مجتمع، يعني ثقافة متقدمة. طيب أبو عمر، ليش على مدى 20 عام من حكم هذه الأحزاب، ليش ما أسست منظومة تعليمية صحيحة متطورة وهي عندها الإمكانيات المادية والبشرية كذلك؟ ليش ما اهتمت
المعلمين، شريحة المعلمين بالخريجين التربويين، خريجي كليات التعليم العالي، مراكز البحوث، ليش مهتمت بهذه الجزئيات لتطوير قطاع التعليم والنهضة بالبلد؟ أستاذ محمد، إحنا عندنا الحمد اللهم يحفظ الشعب العراقي وأبنائه وناسه. إحنا شعب متحضر، شعب يعني يحب أن يبين نفسه للعالم كله. لكن هاي الحكومات الفاسدة اللي حكمت العراق من 2003، ناس جهلة، ناس هم مو صاحبين شهادات، ناس مو ذات أكفاء، ناس يعني مجموعة حرامية لصوص. عندنا المواطن إذا صار له مكانه وصار يعني يقدمون إلى العون، يقدمون إلى يعني أراضي، يزيدون رواتبه، يعني بدون أن نشوف من تطلع تظاهرات بدون قوات الشغب أن تقتلهم. هاي كلها أوامر حكومية ما يردون الشعب العراقي يصير لمكانه. إذا صارت له إلى مكانه راح يصير عندنا ناس علماء، ناس فاعلين. هاي الحكومة راح تضيع بالرجلين عن دولة أهلنا. شكرا جزيلا سيد أبو عمر من بغداد، وصلت الفكرة. أنا أشكر حضرتك، ويانا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. أبو عبد الله من صلاح الدين، السيد أبو عبد الله موجود؟ يبدو أن الاتصال غير جاهز للسيد أبو عبد الله، أرجو منه يعاود الاتصال معنا مرة أخرى. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر. يرى خبراء اقتصاديون أن أزمة المشتقات النفطية تأتي ضمن سياسة مفتعلة تنتهجها شركة توزيع المشتقات النفطية أو شركات التوزيع، وتتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث من مشاكل في هذا القطاع. أشار الخبراء إلى أن جهات متنفذة داخل الحكومة بدأت بتقليص كميات الوقود التي تزود بها محطات التعبئة، فبعد أن كانت الصهاريج ترسل يوميا لغرض تعزيز خزانات المحطات أصبحت ترسل كل 3 أيام، وهذه العملية يراد منها خلق أزمة محلية لهدف تحقيق أرباح تذهب إلى جيوب المتنفذين داخل وزارة النفط، وذلك عبر تقليل الكميات المرسلة للمحطات وبيعها في السوق السوداء وتهريب كميات أخرى إلى خارج البلد. طبعا منذ عام 2003 لم تطور وزارة النفط المصافي النفطية الوطنية وتركتها مهملة. في المقابل تلجأ الحكومات المتعاقبة إلى استيراد المشتقات النفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا بنسبة تبلغ أكثر من 70% من الحاجة الفعلية للبلاد. دعونا الآن نشاهد قطع طريق المقدادية بعقوبة من قبل متظاهرين من أصحاب سيارات النقل في المقدادية احتجاجا على نقص الوقود، لنشاهد. غاز ماكو، ودوا الجماعة السورية ماكي حكي، والله ماكي. يعطيك 250 انت رايح للموصل، انا محمل للموصل وقاعد غاز، وين اروح انا؟ راح انا بالشارع. ايش صار لكم؟ صار شهر ماكو غاز. احنا هذا معاناة الغاز ما تخلص. كل ما غاز خربط البنزينات تجاري. انداعي يقول يابا حكينا المحافظ يقول ما أنا طرش مستلمين ولا يستلمون كل شكاوي. رحت يا منتجة نفطية يقول لك والله ها أنا مو بيدي، أنا أطلب من أبو بغداد، علو بغداد يفضل علي ينطيني حصة. ومش قال لا. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. قامت القوات الأمنية في محافظة المثنى بفض تظاهرة تطالب بزيادة حصة الغاز لسيارات النقل، لسيارات الحمل. دعونا نشاهد. تهجم على المتظاهرين، ناس جاي داعي بحقها على الغاز، ودزوا لنا قوات جاي تهجم على الناس وجاي تضربهم. المحافظ عاشت ايدك ابو زينب الحجي الورده، النواب عاشت ايدكم. عاشت ايديكم الحكومة المرجعية النايمة. مرونا مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. أحد المستثمرين في محطات الوقود اشتكى من كثرة الغرامات التي يتعرضون لها بسبب الأنظمة الفاشلة التي تتبعها الجهات الحكومية
ما يتسبب بتوقف المحطات عن التزويد أو التزود بالوقود لأيام؟ لنشاهد. نحن مستثمرين من أبناء العراق ومحافظة البصرة خصوصا بمجال محطات تعبئة الوقود. في الآونة الأخيرة الدائرة المذكورة جابت لنا برنامج رقابي لكميات زيت الغاز، عندما تأتي السيارة يقوم الموظف المختص بتصوير العجلة وينبرق إلى الكنترول للدائرة المذكورة، يجيني عاز بقبول أنطي هذه السيارة كمية الغاز المخصص، ورا أسبوعين أتفاجأ بغرامة. أنا صاحب محطة اتغرمت عام 21 91 مليون و 291 و 325، ادفعتها لأن إيدي لازميني من إيدي توجعني، ماكو شركة أشتري منها منتوج عدا شركة المنتجات النفطية عكس دول أوروبا بتعدد الشركات ببيع البنزين والغاز، فانجبرت دفعت هذا المبلغ 91 و 291 و 325 بدون ضوابط. قدمت ب 2022 نزلت علي غرامة 103 مليون و 251 و 465، رحت للدائرة المذكورة وقدمت طلب أريد هذه الغرامات حقيقتها واحتساب الغرامات المثبتة علينا بخطأهم ببرنامجهم الرقابي مو خطأنا. اتفاجأت بالدائرة يعطوني بس الأوامر الإدارية بالمئة وثلاثة مليون بدون احتساب الكميات، وكأنما عندهم أموال نقص وريد يطلعها من راسه بالمحطة. فقبل 8 أيام اتوقف التجهيز عن المحطة. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. ناشطون سلطوا الضوء على معاناة سائقي الشاحنات بعد تقليل حصصهم من الوقود بذريعة منع التهريب في بلد يسبح ويعوم على بحر من النفط. لنشاهد. بعد ما كانت الكروة 400,000 من بغداد إلى البصرة تحولت الكروة مليون دينار، مو ذنب السائق ذنب الحكومة. السائق راح جاي راتله 700 لتر يعطونه 250 لتر، ادري شو يسوي بين عطر 100. هاي تريله تحتاج الجاز يا رئيس الوزراء، راح الناس راح البصره. انت سايق ومعاناتك تقول قمنا نشتري لتر بلف. ايوه شو اللي صار؟ سولف عم ازمه الجاز. احنا يراد ان من الشلامجه بغداد روحه 300 وجيت ويا تشغيل البراد راد تقريبا 150 لتر مياه. اختصر يعني راد لنا 750 لتر. ايش جاي يعطونه؟ جاي يعطوني 250 وكل 4 أيام يا رب تروح لتوفيق. ما وباقي المحافظات ما يعطونه؟ ماكو. هذول ناس ما تستحيك من حاط راس يبيع بالغاز ببغداد. يعني الناس جاي تهرب. تهرب للمول. والمواطن العادي السائق العادي اللي يريد يعيش. اللي يريد يعيش ما له حصه. ما له حصه، شو تريد تقرع الوزير انه فوق؟ والله بس كوني ناشد لنا على الغازات. دير بالك على السوار. زين السائق بالسيطرة. تهينونه. اي والله بالتحميل تهينونه، بمدخل الشلام جوله ومقصر تهينونه، وبالتالي بالمحطه عم تهينونه. الى متى تبقى هاي الاهانه الى السواق؟ نتابع سريعا مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع. حيدر يقول: الغاز اذا جاي ينطون لبنان تجهيز، ابن البلد يلزم سره بالاسبوع حصه واحده، ومع العلم كل الدول ارخص حتى بالسعر، هي مادة زيت الغاز وتتوفر أكثر من البنزين. أنوار يقول: نشكي من فرع المنتوجات النفطية في البصرة بقطع المنتوجات النفطية من البنزين والغاز غير متوفر في المحطات، أرجو تغيير مدير المنتوجات النفطية في البصرة. تعليق من محمد يقول: إحنا أهل النفط وندور أربع، الشعب كاتل الجوع والظلم والحرامية تودي إلى سوريا ولبنان، وين تروحون من الله؟ ومشتاق يقول: أزمات مفتعلة وغلق للمحطات والمواطن المستثمر الضحية. طيب مشاهدينا معنا الآن السيد أبو عبد الله من صلاح الدين يعاود الاتصال، حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، هذول اللي يتظاهرون مقطوع على القطع على الأراضي، وهسه أخونا أبو عمر من بغداد من عيسولف عيسولف على ناس نزيهين، ناس نزيهة وشرفاء. نعم. هذول اللي عندنا مو ما عندهم كل نزاهة وما عندهم كل ذرة من الشرف. هو علي من عيش يكون على ناس نزيه.
يعني تشوف هسه قبل كم يوم قيادة الدكتور هذا بدياله. نعم. ليش وصلوا؟ هذا الدكتور واصل غير دكتور واصل تعبان على نفسه. نعم. هم ما يريدون هالشيء، يريدون ناس همج، يعني نفس منطب داعش. داعش عزل المدارس، عزل التدريس، عزلها كلها ماكو. نعم. يريدون يخلون الناس جهلة. يعني هسه راح أقول لك شغلة الأخ. عندنا محافظة صلاح الدين قضاء الدور تحديدا. نعم. قضاء الدور 2400 وكسر قطعة. تبي استحصوها ذن القطع مو موظفين، استحصوها شعلان الكريم، محمد الحلبوسي، ابن زهوان، هذا زهير زهوان ما يسموه. نعم. يعني من لكلها ماكو. كل من إلى حصة هالقد، زيد من الناس إلى 50 قطعة، زيد من الناس إلى 150 قطعة. المية وخمسين قطعة مال شنو هو ياخذها؟ مال بيت أبوه. يعني جاب بيت أبوه هو وعيوزع طول مالك، ما شو عيوزع بيناتهم يا أخي. النزاهة خلينا نقول بصلاح الدين، خل تيجي تشوفها، راح يطلع لك صحيح، يطلع لك وصل رسمي. بس انت من تعال احصيها علمان. نعم. يعني انت انطيها الموظف مستحق، انطيها المنتسب مستحق، انطيها الجريح مستحق، انطيها الشهيد الابو شهيد مستحق، على عينه على راسي. بس مو يجيك موظف صدره بعرض الفيل ماكو ويجي يقول لك انا مستحق. مستحق ما يخالف مستحق استحقاقك جد قطعة له 10. نعم. مو 50 قطعة بنوبة. سيد ابو عبد الله، القطع اللي يتم توزيعها طبعا بحسب وزارة التربية، العراق بحاجة إلى 20,000 مدرسة. حضرتك فتحت الموضوع اللي متعلق بقطع الأراضي، هو مرتبط طبعا بالتربويين والتعليم بالعراق بشكل عام. العراق بحاجة إلى 20,000 مدرسة كأقل تقدير بحسب وزارة التربية. هذه الأراضي اللي قاعد تتوزع على المسؤولين، أليس من الأولى أنه يتم تحويلها إلى مدارس أو استثمارها في إنشاء أو تطوير قطاع التعليم، استحداث مدارس جديدة، بناء مدارس جديدة، مؤسسات تعليمية، حتى أيضا تشغل الأيدي العاملة العاطلين عن العمل من الخريجين التربويين وتخفف نسبة البطالة ويكون أكو حركة بالبلد؟ ليش ده تروح للمسؤول؟ هو 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 السوش قدم المسؤول حتى يستحق قطعة أرض أصلا؟ المسؤول يستحق قطعة غير قطعة واحدة غير. بس مو 250 قطعة أستاذ العزيز، هو حتى قطعة واحدة يستحقها على شنو؟ المسؤول اليوم 200 يعني يا اخي مع المستهم، يعني زيد من الناس، يعني هذا المسؤول البسيط القام مقام يقول لك الا 50 قطعه، 50 قطعه مال شنو؟ يعني مال عشيره كامله؟ اذا عشيره هم وحتى ابو عبد الله، هو حتى القطعه الوحده هو يستحقها بناء على شنو؟ اي مسؤول اليوم بالعراق شنو الخدمات اللي قدمها للشعب العراقي للمجتمع؟ لا لا لا، حتى يستحق عليها مكافأة. لان هاي القطع هي مكافآت، هي مو استحقاقات ضمن الراتب، هي هاي مكافآت. حجك صحيح، خلينا نقول نحسبه موظف غير ينحسب موظف مال دولة على عينه وعلى راسي، استحقاق قطعة على عينه وعلى راسي. بس مو ياخذ 100 قطعة، مو ياخذ 150 قطعة. نعم. 150 قطعة و 250 قطعة يا أخي. يقول لك ترضى ما ترضى عمي. وجهاد ابن أبو مازن جاء ما أدري كم قطعة ماكو. هاي موجودة بالبلدية مال الدولة أستاذ العزيز. نعم. سيد أبو عبد الله، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل مع حضراتكم في حلقتنا من برنامج صوتكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل ابد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس، تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نكمل مع فقراتنا في حلقة صوتكم لهذا المساء. تكمن مشكلة المشاريع الوهمية في العراق في غياب الرقابة، حيث تصرح المصادر البرلمانية أن نسبة المشاريع الوهمية في السنوات السابقة ارتفعت بشكل كبير بعد أن كانت هناك أموال كبيرة في الدولة، وأن بعض الوزارات أحالت المشاريع إلى شركات، قامت هذه الشركات بسحب الأموال دون تنفيذ المشروع ودون وجود أي رقابة على الإنجاز أو نسب الإنجاز. طبعا لا توجد إحصائيات رسمية للمبالغ التي خسرتها البلاد جراء المشاريع الوهمية، لكن تقديرات نيابية تشير إلى وصولها لمئات مليارات الدولارات، حيث يشير مختصون أنه كان يفترض بالعراق بعد عام 2005 أن يشهد ثورة عمرانية كبيرة في كافة المجالات لوجود موازنات انفجارية، لكن للأسف الشديد ذهبت هذه الموازنة إلى جيوب الفاسدين عن طريق المشاريع الوهمية التي أصبحت واحدة من أخطر نوافذ الفساد في العراق، ما أدى إلى تراجع الخدمات بشكل كبير في كافة المجالات. نصل إلى محافظة القادسية وبالتحديد في قضاء غماس، حيث يخلو القضاء من المستشفيات، حيث سلط أحد الناشطين الضوء على مشروع إنشاء مستشفى غماس، ومنذ سنوات يعاني المشروع من التلكؤ بالرغم من تحديد 720 يوما لإتمام المشروع. ويستغرب الناشط من حالة الضحك على المواطن من قبل المحافظين، فمع تجدد الشخصيات يتم وضع لافتة جديدة مفادها تم وضع حجر الأساس. دعونا نستمع. نحن الآن من قضاء غماس محافظة القادسية. أهلنا الكرام، أحدى القصص المستشفيات بالعراق والأحزاب الحاكمة في محافظة الديوانية والقادسية وهذه المناطق المتواضعة البسيطة، شوف المهازل والضحك على الشعب العراقي وعلى أبناء هاي المنطقة المنكوبة. إجا المحافظ الدكتور عمار حمام دقلة، واحدة من هاي عمار حبيب المدني بالأربوطة عشر، أقروا أحالت مشروع ما عندهم غير مستوصف 120,000 نسمة، ماكو غير مستوصف للمناظرة، يروحون لبصخر للنجف يروح إذا حادث ثومريو ساعة من سرير مستشفى بلغاري. كذب لحد الآن ما شاء الله صار لها 9 سنوات ماكو بلغاري ماكو، هاي أول كذبة. 720 يوم يعني سنتين وصار لها 9 سنوات. مشكور أستاذ عمار. النوبة جي الدكتور سامي الحسناوي المحترم يحط هنا، ما حطوا حجر اساس هنا، هم من يحط حجر اساس؟ شوف المخازن مال الاحزاب والمحافظين مهزله والله. ضحكون كل انتخابات اجوا صفقت الوادي من قبل مشروع مستشفى غماس مع الساده النواب والمسؤولين الصحه وضع الاساس. هاي ايش وقت بال 18 وبعدها هيكل كل شيء ماكو. النوبه جاء الاستاذ الشيخ المجاهد القائد البطل الاستاذ زهير الشعلان هميا يوميا يفتر بال 2021 و22 هاي الصوره هم برعايته، والحمد لله باقي هيكل غلفوها. شوفوا هذه ما تدخل دار الدوله، شوفوا غلفوها حتى يقولون انجاز لهاي الحكومه مال زهير الشعلان وربعه، وهسه كلها هيكل. نكمل مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. إلى محافظة ذي قار ننتقل، حيث رصد أحد الناشطين هيكلا لمجمع اللجان الطبية الذي كان من المقرر أن يكون في داخله مركز صحي، ومنذ 15 سنة والمبنى مهمل ولم يتم إكماله. لنشاهد. أخوة في هيئة نزاهة محافظة ذي قار، الأخوة في هيئة النزاهة في محافظة ذي قار، اليوم أرد أطرح عليكم هذا الموضوع واللي أتمناه من عندكم هذا الرصد اللي جاي الرصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال بنايات الهياكل المتنكئة، من خلال العمل المتنكئ في محافظة ذي قار، اللي أتمناه من عندكم تتابعونه وتشوفون الحقيقة مالته. للأسف الشديد هاي البناية اللي جاي يشوفونها خلفي هي هيكل للمجمع اللجان الطبية، كان من المقرر أن تكون مجمع للجان الطبية وأيضا داخلها مركز صحي، لكن للأسف الشديد أكثر من 15 سنة هذا الهيكل مثل ما جاي يشوفون ما يختلف عن الهياكل الباقية اللي هي هياكل المدارس وهياكل المشاريع اللي موجودة. فاليوم اللي نطلبه من عندكم باسم أبناء محافظة ذي قار أنه تحققون من هذا المشروع، الكلفة لهذا المشروع من الشركة اللي التزمته، من الدائرة اللي مسؤولة عليها، من الجهة المستفيدة، شنو سبب هذا الهيكل لحد الآن ما كامل،
اللي نتمناه من عندكم انه تتابعون هذا الموضوع، وهذا ايضا هذا الطرح اطرحه امام السيد محافظ ديقار، انه هاي البنايه صار لها اكثر من 15 سنه لكن للاسف الشديد المكان تحول الى مكان لرمي النفايات. نكمل مع ملف المشاريع المتلكئة والوهمية مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى محافظة البصرة والتي عجزت الحكومة فيها عن بناء مستشفيات جديدة في هذه المحافظة بالرغم من الموازنات الانفجارية. لنشاهد أهالي قضاء شط العرب يطالبون بتحويل بناية تحت الإنشاء إلى مستشفى عام نظرا لخلو القضاء من المستشفيات. لنشاهد. من قضاء شط العرب، طبعا كل الشكر والتقدير للمقاول اللي جاي يشتغل هاي البناية، حقيقة بناء ما شاء الله مرتب وبناية ضخمة جدا، ولكن عندنا طلب احنا اهالي شط العرب، نطلب من الجهات المختصة الحكومية الجهات ذات النفع العام، احنا اهالي قضاء شط العرب واهلكم ومن اقدم الاقضية بالعراق، يمكن هذا القضاء، واحنا ما عندنا مستشفى، ونطلب تحويل هاي البنايه الى مستشفى عام لقضاء شط العرب. ترى جرد قلم المسؤول، وهذه مناشدتنا نوجهها الى رئيس الوزراء ولا محافظ البصره ولا كل المسؤولين اللي يقدرون يتدخلون بهذا الموضوع ويحلون هاي القضيه، يعني هاي بالامكان جدا حل سهل حل سريع لاهالي قضاء شط العرب. نعاني منذ تأسيس العراق لليوم ما عندنا مستشفى، والله العظيم يعني ماضينا أفضل من حاضرنا، قبل كانت مستشفى بالخمسينات اليوم ما عندنا، فنطالب بتحويل هذه البناية، بناية مرتبة وكبيرة وحلوة، نطالب بتحويلها إلى مستشفى عام لقضاء شط العرب. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أحمد يقول: جريمة والله، ماكم مستشفى، دولة نفطية وخير من الله. لازم يقول: وزارة الصحة شلونكم أخباركم؟ تدرون لا بالمناسبة غماس ما يقارب من 150 ألف نسمة، مريضنا لازم نحوله للشامية لأن قانونا غماس للشامية، ومع العلم المناذرة أقرب لكن رسميا ما يصير. تدرون كم واحد توفى بسبب المسافة؟ تدرون لو ما تدرون. كار يقول: عندك مستشفى الأسترالي كذلك من عمار مدني، والحد هسه كل سعين حال المشروع للشركة أو الشركة. ومصطفى يقول: شامون مالكي بنا مستشفى مقابل منطقة الكباسي والسياج مع المستشفى كاملات من 3 أضلاع، واستلموا 10% من قيمة العقد اللي 8 مليار، يعني مستلمين 800 مليون دينار على مود 3 أضلاع، باقي ضلع واحد وتالي يكملون البناية بالمستقبل إن شاء الله، بس لا تستعجلون. ويانا السيد صباح من بغداد، تفضل صباح حياك الله. السلام عليكم سيد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا يعني نسأل النزاهة والمفتشية ورئاسة الوزراء، يعني وينهم عن هاي كل التعطيل بكل هاي المشاريع اللي تعتبر هي خدمية للمواطن العراقي. نعم. المفروض بينا احنا كهيج ميزانية بالشهر ان نبيع نفط اسود نبيع ب 12 مليار دولار. المفروض بكل محافظة مجمع مال المستشفيات، وبكل قضاء مستشفى عام، وبكل ناحية مستوصف على الاقل. يعني هاي الارواح الناس ما تهمهم، مصطفى الكاظمي والسوداني والقبلة كلهم جم يرادهم يضربون بيد من حديد على الناس الفاسدين، وكل شيء ماكو، لان هم جزء من الفساد، والجزء الاكبر هم ذولي طبعا رئيس الوزراء، لان باشرافه وبعلمه المحافظين ومجالس المحافظات بالبصره او بكل العراق عام، يعني وينكم انتم من هاي المشاريع الوهميه والمتلكه؟ وين المقاولين؟ المقاولين ايضا تابعين الى مكاتب اقتصاديه للحشد او تابعين الى احزاب حاكمه. القضاء العراقي مدحت محمود وفائق زيدان وهاي الاسماء اللي مسوين انفسهم حالتين قسم ويمين، المفروض بهم يحاسبون كل المقاولين ويحاسبون الشركات الوهميه. وين هاي المشاريع الحيويه؟ رجال الدين المعممين، مقتدى رجل الاصلاح الاول والسيد السيستاني، انتم بخطب الجمعه ايش تحكون للناس؟
تعلموهم على الوضوء. لو وين هاي الخدمات مال الناس اللي تطالبكم بيها؟ مستشفيات ما عندنا، كل المستشفيات بالعاصمه بغداد هو بنبنت بالعهد النظام السابق، مجمع مدينه الطيب، مستشفى عدنان، مستشفى اليرموك، مستشفى صدام التعليمي، لحد الان المفروض اذني كلهن لو ترميم عام لو ازاله وبناء من جديد. طيب سيد يعني صباح سؤال، يعني ليش العراق في زمن هذه الاحزاب ازدادت بنسب الاميه، الفقر، الجهل والتخلف، الأمراض، والتعليم الآن بانهيار؟ ليش في زمن هذه الأحزاب اللي اجت المفروض تبني عراق جديد، العراق الديمقراطي، العراق المتطور اللي حصلوا على إمكانيات مادية لم تدخل خزائن الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها، ليش ما استفادوا منها وطوروا البلد فعلا؟ ليش البلد في عهدهم من سيء إلى أسوأ؟ استاذ محمد، هم جايين بعقلية الانتقام ويقولون احنا معارضة وكنا بأوروبا وبريطانيا وامريكا اغلب حزب الدعوة والمجلس الاعلى، لكن هم لحد الان يتعاملون مع المواطن العراقي سواء سني او شيعي، يتعاملون ويا بمنطق الانتقام والطائفية، وعندهم اجندات خارجية يا اما ايرانية يا اما امريكية. فهذول ما جايين يبنون دولة، ذولي مو رجال دولة، ذولي ناس مافيات وناس بالحرس الثوري، وعندهم كانوا جنود بالحرس الثوري، جم استلمهم السلطة، أمريكا سلمتهم السلطة، يريد ينتقمون من كل أطياف الشعب ويعطلون كل الوزارات، لا عندنا وزارة صناعة تعمل، لا وزارة ويصيحون زراعة، لا ويصيحون اليوم لا. كلا كلا أمريكا. نعم كذبة، هاي كذبة مال كلا كلا أمريكا، لو مو أمريكا والغطاء الجو الأمريكي وغطاءها للعملية السياسية ذولي ما يبقون دقيقتين، لأن طيب. الشعب رافضهم جملة وتفصيلة. شكرا جزيلا سيد صباح، أنا أشكر حضرتك. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. يمثل قطاع الخدمات أحد أهم محطات الفساد وأكثرها تأثيرا على الحياة اليومية في العراق. هذا القطاع الذي يشمل الخدمات الأساسية المتلازمة في الأمور الحياتية يشهد إنفاق الكثير من الأموال دون تغيير حقيقي في البنية التحتية التي لا تزال تعاني بسبب الإهمال وسرقة الأموال المخصصة. مواطن عراقي رصد تكدس النفايات في شوارع المدينة القديمة بمحافظة النجف وتساءل عن دور البلدية المقصرة في أداء مهامها. لنشاهد. تحت أنظار السيد المحافظ المحترم السيد مدير البلدية المحترم، يعني هذا حال المدينة القديمة، لاحظ وشاهد ويقول لك احنا جهودنا 24 ساعة، يعني ما أعرف كبسة تنقول وتفرغ هنا. تفضل. وضع المدينة القديمة ما شاء الله، يعني هاي فنادق هنا كلها زوار ساكنة، يعني شنو موقفنا أمام الدول هاي؟ شو يقولون علينا؟ والله نستحي. مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام إلى محافظة ميسان ننتقل، حيث أظهر مقطع مصور الحال المزري لكورنيش العمارة الذي يعاني الإهمال وتراكم النفايات. أقذر كورنيش في محافظات العراق هو كورنيش العمارة، مع احتراماتي لأهل ميسان الطيبين، يعني المحافظ ينشرون بيه ومنجزاته. وين منجزاته؟ هاي محافظة العمارة 2023، هاي محافظة العمارة، هذا فندق التركي، ويقولون علي دواهي يشتغل محافظ ميسان. وينك محافظ ميسان؟ وينك محافظ ميسان؟ هاي العمارة، هذا الكورنيش، هذا المتنب مال العالم، العوائل الميسانية. بس انت حقك ما تطلعنا، ما تجيب عائلتك، ما تجيب عائلتك. محافظ ميسان باوع، انظر ترى ما يراد له شيء، شفل وكله يروح. هذا نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ناشد أهالي قضاء القرنة بمحافظة البصرة لتنظيف مياه النهر من مخلفات محطة تصريف المجاري. لنستمع. وأنا بعد المناشدات من الفلاحين بالنهرات الشمالية ومن المواطنين بالأحرى، أنا طبعا هنا جمعية مزيرعة وناشدون من البارحة، رحت شفت الوضع اللي موجود. هذا طبعا نهاية النهرات الشمالية، شوف المحطة وين الذب بالمشروع ينقل الماء للنهر الكبير اللي هو هذا، يعني تبعد 100 متر عني يفتر. هذا مشروع الماي، هذا مشروع الماي اخوان، هذا مشروع الماي، المسافة 250 إلي. هاي
شوفوا البراز اللي يذبه، طبعا مو بس هذا البوري يشتغل، هاي كل البوريات تشتغل بس اليوم طافي. هنا شوف هذا شو يجيبون؟ يجيبون التناكر مالتهم هنا يذبون الماي 10 5 اليوم، طبعا ما اشتغلن امس انا طردتهم. هذا شوفوا هذا براز، يعني هذا مال 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 الاوساخ مال البشر. فاحنا الناشد الجميع، يعني هاي مو بشر، هاي الناس، يعني شنو ذنبها؟ زين هذا الحي كله هذا كامل موعو لهذا الحي كامل، تعالوا شوفوا الريحه يعني ما تتواجه. طبعا هاي الاحياء كلها هاي هي احنا غير لها نظامها، وهذا هذا هاي مواد كيميائيه سامه. نستمر مع ملف الخدمات مشاهدينا الكرام. اشتكى مواطنون من سوء ورداءة طريق التاجي في بلد الموازنات الكبيرة الذي تقاعست فيه الحكومات المتعاقبة عن تقديم أي خدمات تخفف من معاناة العراقيين. لنشاهد. يعني هذا كارثة والله، كارثة. هذا طريق التاجي يعني مصيبة، والله مصيبة. يعني هاي صار، يعني هاي الناس متحمل هالأذية، هذا هالشارع، هذا دولة عام 2023 تملك المليارات، يعني هتش طرقها وتش ناس متأذاية وتش الوضع شنو؟ ما تقول لي وين احنا بالواقع؟ واق وين احنا بيا دولة؟ يعني يا ريت وينكم؟ 20 كيلو متر، 20 كيلو متر، يعني 20 كيلو متر. هذا حالك صار لنا ساعات احنا بالطريق متأذاين، يعني شلون نقول للناس للزور بعد؟ الله اكبر، والله مصيبه. ازمه ازمه شارع. شوف شوف الوضيع، شوف التراب، شنو قيمتها السادة؟ يذبون سبيسات ويحدوها يوم تخلص. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشان هذا الملف. وليد يقول: بغداد صار لها 20 سنه ولا بنى مجسر ولا نفق ولا ترمم شارع، وبها طسات تهجم السياره هجم. بغداد يحكمها خونه. حامد يقول: الأمر مقصود، ويقال المقاول أخذ الفلوس وراح، ولانا ولأن من جهة ما حد يقدر يقول لها على عينك حاجب، ما حد يحاسبه لأنه المقاول من جهة ما حد يقدر يحاسبه. حيدر يقول: حوادث أمنية وتفليش للسيارات، يعني معقولة ماكو فلوس يعمروا؟ عمي خلي يفتحون صندوق تبرع وإحنا نتبرع، أو صندوق تبرع. أبو صبا يقول: 2090 يباشرون بوضع خطة ودراسة كيفية تبليط هذا الشارع. نذكر فقط مشاهدينا الكرام، في الوقت الذي زار فيه بابا الفاتيكان العراق تم تعمير وتبليط شارع بطول 15 كيلومتر خلال أسبوع واحد فقط. إذن هم يملكون الإمكانيات ويملكون القدرة، لكن يبدو أنهم لا يريدون التعمير. ننتقل إلى فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مقطعا مصورا لمواطنين من محافظة بابل، وهم يناشدون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنظر إلى معاناتهم بعد أن ظهرت أسماءهم في رواتب الرعاية الاجتماعية، لكنهم واجهوا مشكلة كبيرة حيث يستوجب عليهم الذهاب إلى لجان مخصصة، وهذه اللجان تم نقلها إلى أطراف محافظة بابل وبعيدة جدا، ويطالبون بإعادة مقر اللجان إلى مركز مدينة الحلة. لنشاهد. مناشدة من أهالي بابل إلى الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل. إحنا اليوم سويت لجان فرع، لجان رئيسية في المحافظات العراقية. اليوم إحنا في محافظة بابل، خصيصا في محافظة بابل أكو اللجان المركزية ولجان فرعية. اللجان الفرعية مناطقنا بأطراف الكوت، بأطراف بابل بجهة الكوت. زين إحنا عمي ما نريد، احنا رجعنا الى محافظه البابل، رجعنا للمركز. احنا رساله من امام الرعايه الاجتماعيه، يعني اليوم هاي الدوله تحكمها الاحزاب عرفنا، لكن مو كل من بكيفه، لا رئيس وزراء، لا وزراء، وزير العمل والشؤون الاجتماعيه وين؟ يعني هاي الفقير هسه يروح لجبله، ومن جبله يروح، من جبله وين يروح؟ يروح للحله، زين شنو ذنب هذا الفقير اللي هو راتبه 200,000 دينار او 175,000 يروح على الجبله؟ احنا رساله نوجهها امير المعمور النائب اللي بالحله، نقلوها من الحله ودوها لجبل الحاسبه، رجعت من جبله رجعها امير المعموري. زين احنا احنا المسيب مو عندنا نايب، ما يجي يشوف هاي الدوائر يقول عمي تعالوا هاي الدوائر مال المسيب، شنو نواقصكم؟ شنو احتياجاتكم؟ عمي ما يصير، المسيب سايبه لا بيها مسؤول لا قي مقام. احنا نطالب النائب اللي من المسيب
انه يجد مثل ما سوى امير المعموري. امير المعموري من نقله الجبله فصل النيل عن الجبله رجعها للعلي، هسه ذا ما يقدر يرجعها للمسيه. مشاهدينا الكرام، بشان هذا الموضوع معنا السيد وسام من بابل. تفضل يا وسام، حياك الله. سيد وسام، فقدنا للأسف الاتصال مع السيد وسام من بابل. كان من المفترض أن يشارك معنا للحديث بشأن هذه القضية بتفاصيل أكثر، لكن يبدو الاتصال انقطع. وبما أن الوقت ضيق للغاية فنأخذ ما لدينا من فقرات متبقية، ووصلنا الآن إلى فقرة الهاشتاج. واسم اليوم هو أنصفوا العشر الأوائل على الأقسام. هذا الوسم جاء بعد الإقصاء والتهميش من قبل الحكومة لهذه الشريحة، حيث تم استثناء العشر الأوائل من قانون التشغيل والاقتصار على الثلاث الأوائل فقط، وطالب البقية بالإنصاف، وذلك بتعديل القانون وشمولهم بالتعيين أسوة بالثلاثة الأوائل. سفيان يقول: أنصفوا العشر الأوائل على الأقسام، نحن شريحة من خريجي الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية، ومن تسلسل العشر الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسل من 4 إلى 10. لقد تم إقصاؤنا من قانون تشغيل الأوائل والاقتصار على الثلاث الأوائل فقط، ولم نجد من يدعمنا ويتكلم باسمنا داخل الحكومة. حسين يقول: إن قانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم 67 لسنة 2017 يلزم الجامعات بتعيين الطلبة والطالبات الثلاثة الأوائل في المعاهد والجامعات الحكومية، وفي هذا ظلم وتهميش للمتبقين من العشرة الأوائل. خالد يقول: خريجي العشرة الأوائل على الأقسام يطالبون بالإنصاف، وذلك بتعديل قانون 67 وشمولهم بالتعيين أسوة بخريجي الثلاثة الأوائل. كوثر تقول: يرجى دعم قرارنا وإنصافنا، ظلم يروح تعبنا وجهودنا. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.